هذا راه هو لكم مدرسة للتكوين، تكوين لكم الثقافة اللي اكتسبته والمعلومات اللي اكتسبته توظيف في تعاملات وترسيخ القيم، قيم الحوار. احنا عندنا شيء قالوا علم معروف اصلا، قالوا علم الجدل، وكانوا آداب المناورة، كان في التراث الإسلامي، وكان عنده أخلاق وعنده آداب وعنده مجالس تعقد له يتناظر فيها العلماء وتناظر فيها المفكرين والساسة. والمهم عن كل إنسان يفهم عن رأيه صواب يحتمل الخطأ،